كعادة نظام الأسد يتفنن بابتداع أقدر الأساليب معاقبة الشعب السوري، وخاصة اللي خارج سيطرته. لذلك قامت قوات النظام منذ 6 سنوات تحديدا من 2017 بقطع المياه عن ما يزيد عن نصف مليون إنسان كانوا يتغذوا من محطة عين البيضاء، اللي قام بإيقاف خط المياه اللي كان عم يغذي مناطق كبيرة، من ضمنها أو من أكبر هي المناطق هي مدينة الباب. مدينة الباب الآن يقطنها مئات الآلاف من السكان الأصليين ومن النازحين إليها من جميع مناطق السورية، جميع جغرافيا السورية الآن متواجدة في مدينة الباب، لكن جميعهم يعانون من العقاب الجماعي الذي يقوم به نظام الأسد بحرمان مدينة الباب من حصتها من نهر الفرات. كلنا بنعرف أنه مدينة الباب سابقا كانت تغذى عن طريق نهر الفرات في ساقية طالعة تغذي مدينة حلب، هنالك يتم أخذان فرع لمدينة الباب أو سحب فرع منها لمدينة الباب عن طريق محطة عين البيضاء. منذ عام 2017 لما سيطرت قوات النظام على هذه المحطة قامت بقطع المياه بشكل فوري على المدينة، وما زالت مدينة الباب تعاني منذ 2017 حتى اليوم من مآلات هذا القطع. طبعا في السنين الأولى الأمر طبيعي أن السكان يلتفتوا إلى المصادر البديلة وهي الاستفادة من الآبار. طبعا تم استنزاف جميع المياه اللي موجودة، مياه الجوفية اللي موجودة في المنطقة، مثلا كانت تطلع المياه على مثلا 50 60 متر، الآن وصلنا لما يزيد عن 220 متر 250 متر وما عم تنوجد المياه. لذلك تم استنزاف المياه الجوفية اللي موجودة في المنطقة على مدار السنوات الماضية. طبعا الآبار داخل مدينة الباب تقريبا جفت معظمها من أول سنتين، يعني بال 2018 2019 جفت معظم الآبار داخل المدينة، وعم يضطروا الأهالي كل سنة يغمقوا ويدحروا حتى يحصلوا على المياه. أيضا كمدينة مستحيل أن الآبار تكفيها، فتم الاعتماد على الآبار المحيطة في المناطق المحيطة كسوسيان، وصولا حتى إلى مدينة الراعي. طبعا قام المجلس المحلي بالإضافة إلى المنظمات بمحاولة القيام بمشروع لحل أزمة المياه، لكن مع الأسف هذا المشروع لم يكتب له النجاح التام. تم تغذية المدينة، الآن يتم تغذية أحياء المدينة يوم واحد لمدة ساعتين في الأسبوع. هذا الأمر يعني ما بكفي العائلة الواحدة سوى 5 براميل ل10 براميل حسب قوة الضخ اللي عم تكون موجودة، يعني ما يعادل 1000 لتر في الأسبوع، وهذا أمر جدا قليل. أيضا في كثير أحياء بالمدينة أيضا ما وصل هذا المشروع. عم يتم الاعتماد على المياه حاليا، المياه اللي عم تجي من مناطق بعيدة، وهذا الأمر أيضا بيأثر على سعر هي المياه. يعني أنا أحد الناس مثلا رب أسرة، حاليا مطلوب مني أدفع مياه، أولا ثمن مياه للمجلس المحلي، ثمن طبعا ثمن استجراره يعني لأنه المبلغ كثير يسير للأمانة، أيضا المياه التي تأتي عن طريق مشروع المياه ما بتكون كافية، وبالتالي مضطر أعبي 10 براميل بما يقارب ال 130 ليرة تركية، يعني تقريبا 6 دولارات أو 5 دولارات أسبوعيا. هذا الكلام أنا عم أتحدث. أيضا عنا بدنا نجيب مياه خاصة بالشرب، وهي مياه بتكون يعني مرة بمراحل تعقيم معينة، ومع ذلك حتى هذا الأمر بيأثر علينا. يعني أنا أحد الناس اللي عندي كل سنة عمليات بحصة من الكلاوي بدي أشيلهم، كل سنة عمليتين اللي هي للكليتين اليمين واليسار. هلا صار عندنا احصائيات منيحه في الباب، مع الاسف حتى الاطفال صار يطلع عندهم بحصات بالكلاوي وفي نسبه معتبره بهذا الموضوع. لذلك يعني هناك تاثيرات كبيره للطرق الاسعافيه او الحلول الاسعافيه اللي كانت تتم خلال السنوات الماضيه. لذلك نؤكد دائما، كنا نؤكد دائما انه مدينه بحجم مدينه الباب والمناطق المحيطه فيها لا يمكن لها ان تروى الا بمشروع حقيقي، من إما استجرار من نهر الفرات أو الضغط على قوات النظام بضرورة فتح محطة عين البيضاء. لدينا الكثير من الأوراق التي يمكن لنا أن نضغط عليها على قوات النظام، بحكم أنه المياه الداخلة إلى تدخل عن طريق منطقة جرابلس وهي منطقة محررة. أيضا لدينا نقاط قوة وهي منطقة الضغط على قوات النظام، لأنه بما أنه الأتراك إن مستلمين موضوع السدود، فممكن وهناك مفاوضات دائما عليها، فممكن أن نضغط على قوات النظام بهذا الموضوع بحيث أنه
تحسن انه طيب تعطي عمار، مدينه ابقى مع الباب عمار ابقى معنا لو سمحت مباشرة. بينضم لنا رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب الأستاذ هيثم الزين الشهابي. أستاذ هيثم برحب فيك معنا باستديو الصباح. عمار كان عم يحكي لنا عن المشاكل والحلول ربما اللي ممكن تساعد في موضوع إعادة ضخ المياه لمدينة الباب. بدي وجهة نظركم أول شيء بالمجلس المحلي ودعمكم للحراك المدني الموجود في مدينة الباب للمطالبة بإعادة المياه، وتحكي لنا شوي عن الأوراق اللي ممكن أنتوا تشتغلوا عليها، الأوراق اللي ممكن تقدموها للأتراك ربما للضغط على ميليشيا أسد مشان تعيد ضخ المياه لمدينة الباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. دائما نتذكر اخواننا على الجهود المبذوله في ايصال الحقيقه والوقوف مع الاخوه المواطنين الاحرار. نحن حاليا في مدينه الباب، مدينه الباب عقدة منذ عده سنوات. كون مدينه الباب حاليا ثروه من قبل الابار الجوفيه، وليست هناك اي قنوات اساسيه تقوم بري سواء مياه الشرب او الاراضي. حاليا بسبب قروب دخولنا في فصل الصيف منسوب المياه نزل بشكل كبير، مما استدعانا البحث عن حلول بديله، الا وهي اما استجرار المياه من نهر الفرات او الضغط على النظام المجرم بفتح مياه عين البيضاء التي تبعد عن مدينه الباب ما يقارب 13 كيلومتر، وجميع البنى التحتيه جاهزه لذلك. كون انه حق المياه هو من اولويات حقوق الانسان والتي يعني تضمنه جميع الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدوليه. حاليا نحن كمجلس محلي نقوم بايجاد الحلول الاسعافيه لتامين مياه الشرب لاهلنا المتواجدين في المدينه، ومدينه الباب تعتبر كسوريا صغره، كوننا هنالك مهجرين من جميع المناطق والبلدان السوريه. حاليا نحن دعينا الى مظاهره غدا ان شاء الله بعد صلاه الجمعه كي نخاطب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإيجاد حلول عاجلة لإعادة تأمين المياه والضغط على النظام المجرم لفتح خط مياه عين البيضاء، لأن الحصول عليها هو حق مشروع، وللتأكيد على ثوابت الثورة السورية الشريفة. فنتمنى مشاركتكم، ومن منبر قناة أوريان نخاطب ونوجه نداء كون مدينة الباب عطشة لكل من يستطيع بإيجاد حل دائم وليس حلول إسعافية ان شاء الله. طيب استاذ هيثم، يعني هاي المطالب نحن فينا نطالب فيها كناشطين كاعلاميين كغيره، انتم بالمجلس المحلي يعني ربما في اوراق اقوى، في اوراق اكثر، وكلامكم ايضا بيكون واصل اكثر من كلام الناشطين والاعلاميين ايضا. الاوراق هاي والحلول المطروحه، يعني اكيد موضوع استجرار المياه من نهر الفرات تم الحديث عنه سابقا وقال بأنه بيكلف كتير، موضوع إعادة ضخ المياه من عين البيضاء اللي خاض على سيطرة ميليشيا أسد أيضا كمان ربما بدها أوراق أقوى يتم الضغط فيها. أنتوا من قبلكم بالمجلس المحلي هل كان هناك مطالبة فورية للأتراك كونهم يعني في تواصل بينكم وبينهم وهني موجودين على الأرض بطريقة أو بأخرى، هل تم التواصل معهم للضغط على ميليشيا أسد، للتواصل مع الروس ربما؟ يعني نحن عم نحكي عن مئات الألاف من المدنيين اليوم عم بيواجهوا الحصار عطشا ربما إذا بدنا نسميه، وهذا العقاب الجماعي اللي محرم أمميا ودوليا وبكل الشرائع السماوية. نعم نعم. ألو. أيوة أستاذ هيثم عم بسمعك. طبعا بالنسبة للأخوة الأتراك لم يدخروا أي جهد في تأمين المياه، إلا أنه للأسف لحد الآن جميع الحلول إسعافية، وهنالك عدة دول عربية صديقة مؤيدة للثورة السورية تم مخاطبتها وعرض مشروع استجرار المياه عليها، إلا أنه لتاريخي للأسف لم نحصل على أي نتيجة إيجابية، وإنما جميع الحلول هي إسعافية عبارة عن حفر آبار ارتوازية، وحاليا ممكن أن نقوم بحفر آبار بحرية، إلا أنها جميعها تعتبر حلول إسعافية. وهنالك ورقة ضغط أثناء رأس العين والحسكة حاولنا استخدامها في بكون آبار علوكة موجودة في مناطق رأس العين، حاولنا استخدامها إلا أنه للأسف أيضا لم نصل إلى نتيجة إيجابية، فلم نرى أمامنا سوى فتح مياه أو محطة عين البيضاء والتي كانت سابقا تروى من قبلها مدينة الباب. طيب الحلول القادمة، شو المطالب القادمة اللي انتم ربما بعد المظاهرة غدا ما هي الخطوات اللي
راح تقوموا فيها كمجلس محلي بقصد؟ نحن كمجلس محلي أعددنا دراسة واقعية لاستشراب المياه من نهر الفرات، كما أسفت حضرتك هذا الموضوع مكلف لحد ما، وباقي الحلول وجدنا ليس أمامنا إلا الضغط من قبل الدول الداعمة لأنه والمساندة لأنه، قبل المجتمع الدولي والإنساني للضغط على النظام من أجل فتح مياه عين البيضاء. أستاذ هيثم، في إحصائية لعدد اليوم القاطنين والموجودين في مدينة الباب، عدد السكان؟ حاليا عدد المتواجدين في مدينة الباب يزداد عن 350 ألف نسمة. بدي أشكرك كل الشكر هيثم الزين الشهابي، رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب، كنت معنا ضيف عزيز باستديو الصباح. كل الشكر لقناة أوريان، ونتمنى نحن دائما جاهزين في أي لحظة. الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية أستاذ هيثم. كل الشكر. نرجع مباشرة للنشط الإعلامي عمار نصار. عمار، سمعت مداخلة الأستاذ هيثم معنا، بداية إذا في تعليق وأيضا على موضوع إن كان أوراق الضغط اللي ما فيني أقول، ما بعرف إذا فيني أقول إنه بتمتلك المنطقة أو فصائلنا أو الفصائل الموجودة في المنطقة أو الجهات المسيطرة. مع الأسف ما سمعت الكلام، يبدو أنه في مشكلة فنية فما كنت عم أسمع كلام الأستاذ هيثم، لكن ممكن إحنا نحكي بشكل عام. هلأ إحنا مدينة الباب تاريخيا معروفة عنا أنه هي من سلال سوريا الغذائية، القطع ما فقط على مشروع المياه أو مشروع مياه الشرب، القطع تم من قبل قوات النظام 2017 لمشروعين رئيسيين، مشروع الري، وبالتالي أيضا فقدت مدينة الباب أهم أسلحتها أو أهم الأمور الاقتصادية اللي كانت تعتاج منها. معروف مدينة الباب مدينة زراعية، معروف إذا رجعنا هلأ مثلا أي أحد فتح خرائط جوجل إيرث رجع شاف حاليا عمل مسح للمنطقة وشاف على الخريطة شلون وضع مدينة الباب 2011-2012 من ناحية الخضراء من ناحية الزرع، بتلاقيها منطقة خضراء بالكامل. الآن شوف على افتح الخريطة وشوف الوضع في مدينة الباب يتجه إلى التصحر. وجود مشروع الري أيضا الذي قامت قوات النظام بقطعه عن المدينة أيضا أثر على المياه الجوفية. معلومك المياه الجوفية كانت تتحسن باستمرار من خلال عمليات الزراعة، من خلال عمليات الري التي كانت تتم، وبالتالي كانت تتعوض بشكل دائم. قطع قوات النظام أيضا مشروع الري عن مدينة الباب أثر بشكل كبير أيضا على حتى نسبة هطول الأمطار على المدينة. لذلك مدينة الباب الآن لا تعاقب فقط بقطع مياه الشرب عنها، بل أيضا قطع مياه الري عنها. لذلك يعني إحنا بصراحة كمدنيين أو كمواطنين أو كناشطين موجودين في مدينة الباب، ما وظيفتنا إيجاد الحلول، إحنا وظيفتنا الطلب من المؤسسات الموجودة، سواء الائتلاف الوطني، سواء الحكومة المؤقتة، سواء الحكومة التركية، سواء المجالس المحلية، سواء الولايات التركية اللي هي مسؤولة عن تخديم المنطقة خدميا، يعني كل الخدمات المجالس المحلية عم يعينها الأتراك، المؤسسات عنا عم يعينوها الأتراك، وبالتالي إيجاد حلول هي من وظيفة الأتراك. أنا أستغرب كيف مشكلة بهذا الحجم مثلا لم يطرحه الأتراك بالمفاوضات اللي عم تتم مثلا مع النظام ومع روسيا. أنا أستغرب أيضا كيف لم يتم التواصل مع جميع الجهات الدولية أو قيام الجهات الدولية مثل الجامعة العربية، وشفنا مؤخرا عدد من الدول تتسارع من أجل اللقاء مع النظام وإعادة التطبيع معه. طيب لماذا لم توضع أيضا هذه القضية اللي هي من القضايا المهمة؟ من لحد يقول لي أنه ما في ضغط أو ما حد يسمعان فيها. حملة الباب عطشة صار لها 5 سنوات تقريبا داخلة، ما خلينا مكان ما طرقناه، تواصلنا مع الأمم المتحدة واللقاء مع بدرس، لقاء مباشر مع المسؤول عنها في غازي عنتاب. الرجل قدم إحاطات للأمم المتحدة لكن ما شفنا أبدا أي نتيجة على أرض الواقع. يعني إمتى راح تتحرك الأمم المتحدة؟ إمتى راح يتحرك اللي ذكرناه كليات الائتلاف الوطني؟ لحد الآن ما له غير بيان واحد عن هي القضية. معقول الحكومة المؤقتة ما لها صوت عن هذا الموضوع؟ معقول المجلس المحلي مشكور؟ هذا أول بيان رسمي يصدر عن المجلس المحلي ومشكور الأستاذ هيثم لأنه نزله. المجالس السابقة كانت إخلاء وضع المزهرية، بالعكس كان عمل عكسي على أرض الواقع، مفكرين إنه المشروع اللي كانوا مساوينه إنه ممكن يتحسن. لكن لما استلم المجلس الجديد مشكور الأستاذ هيثم طلع أنا عندي 15 بيرت من أبر من واقفة على أنا مشروع أنا قاعد عم أحكي عنه،
وكنت عم ابيع الوهم للناس، كانوا المجالس السابقه مع الاسف يضحكوا على حاله ان المدنيين عم يموتوا من العطش. يعني هدول المسؤولين كلياتهم اللي ذكرتهم من مجالس، من ولايات، من حكومات، من امم متحده، من مدري مين، اي مسجد راح يتحركوا لما يشوفوا الناس عم يموتوا من العطش في مدينه هو انا الباب؟ بهاي النقطه بدي اسالك عمار، يعني موضوع الباب عطشها هاي مو اول مره يعني بتنتشر الحملة وبتم إعادة إطلاقها مرة تانية، والدعوة للمظاهرات حتى في مدينة الباب وريف حلب. قد ايه فينا اليوم نوصف الوضع بالسوق في مدينة الباب؟ إمتى فينا برأيك هاي المنظمات وربما الأسماء اللي ذكرتها خلال مداخلتك، إمتى فيها تسلط الضوء على هاي الكارثة إذا فينا نسميها؟ هلا دائما احنا عم نشوف حاله من الاهمال بصراحه بهذا الموضوع. تخيل مثلا في يوم المياه العالمي من واجب مثلا الائتلاف على الاقل يضحك علينا ببيان انه في مدن النظام يقوم باهمالها، الحكومه المؤقته تنزل بيان او تنزل، هل يعقل انه سفاره واشنطن في سوريا على صفحتها على الفيسبوك في ذكرى يوم المياه العالمي ذكرت مشكله المياه في مدينه الباب وحكوماتنا ومسؤولينا ما حد يتذكر هذا الامر؟ ايعقل هذا الامر؟ ايعقل هذا التجاهل؟ يعني احنا بصراحه عم نلوم الكل، عم نلوم الغريب، لكن كمان فينا نلوم الناس اللي هن مصدرين حالهم عم يحكوا باسمنا، الحكومة المؤقتة عم تحكي باسمنا على أساس الائتلاف عم يحكي باسمنا وهو حاكمنا، المجالس المحلية عم تحكي باسمنا وهي حاكمتنا عن طريق الولاية ولاية غازي عنتاب وغيرها. طيب لأيمت بدنا نضل؟ هي صرنا 5 سنين، السنوات الماضية اللي متابع حملة الباب عطشة بالسنوات الماضية كان بيشوف إنه هي كانت تطلق عادة في منتصف فصل الصيف وآخره بحكم إنه لما فعلا توصل الأمور لحالة من السوق الكبير، لكن هي السنة هذه الآبار نشفت في فصل الشتاء ولم تنشف في فصل الصيف. احنا هلا بداية فصل الصيف لسه عندك 8 آبار تقريبا، نص المشروع توقف عن العمل، آبار نصف المشروع توقفت عن العمل، والبقية الآبار ما عم تضخ بالكمية الأساسية اللي موجودة فيها. يعني لبين ما نشوف العالم صار فيها تموت بالشوارع، ولا العالم تروح تتقاتل على المياه، ولا لنشوف عنا مليون مشكلة في مدينة الباب على المي، حتى الناس هذاك الوقت يخطر بالها تطلع تناشد؟ يعني حاليا اي مشروع راح يتم يحل مشكله المياه في مدينه الباب بده كم شهر على الاقل؟ طيب ايش اللي بدنا نستنى؟ طيب يعني انا بس بدي افهم، يعني انا بس لحد الان ما عم استوعب الامم المتحده شو شغلتها؟ وصلنا للصوت، ما حدا يقول ما بتعرف، مجلس الامن بيعرف، وصلنا للصوت، الولايات التركيه وتحديدا غازي عنتاب اللي مسؤوله عن مدينه الباب وصل للصوت، الائتلاف الوطني وصل للصوت، الحكومه المؤقته وصل للصوت، الاطرش وصل للصوت، ضل حدا. يعني هلا اكتب الباب على محرك جوجل بيكتب لك وراها كلمه عطشه تلقائيا، يعني ما في داعي انه تكتب الباب عطشه، مجرد ما كتبت مدينه الباب تلقائيا بالاقتراحات اول اقتراح بيطلع لك اياه عطشه. معقوله جوجل اللي هو جماد بيفهم وهالمسؤولين المدري ايش ما بيفهموا؟ يعني صدقا بالله ما بنعرف يعني ايش بدنا نساوي. يعني احنا بالاخير مدنيين، ما هو مطلوب منا ايجاد حلول، المسؤولين اللي موجودين هاي وظيفتهم، اذا ما خرج هاي الحمل خلاص يترك الحمل لغيره وخلي الناس تشيل. يا اخي مسؤولين يعبرونا يضحكوا علينا يا اخي ببيان، يعبرونا يضحكوا علينا انه اخي اليوم رحنا التقينا او ضغطنا او تواصلنا مع الدوله الفلانيه او الجهه العلانيه لايجاد حل لمدينه الباب. يجيني الوالي الفلاني المسؤول عن مدينه الباب يقول اخي انا عم اسعى على الموضوع، قد طرحناه على الجهه الفلانيه والعلانيه، بس انه كلياتهم اخذين وضعوا المزهريه. اللي اخذ وضع المزهريه بدل دلاله واحده فقط اللي هي ما حدا عم يشتغل على هذا الموضوع مع الاسف، وبيستنوا لما العالم تموت من القهر، لما العالم تتدبح بشوارع الباب هي بحاجه على المي، هذاك الوقت بيقولوا الناس متنازعه في مدينه الباب، وليش الناس عم يطلعوا بهي الاعداد؟ ليش عم يصير عندنا حراك في مدينه الباب؟ الحراك اللي عم يطلع في مدينه الباب من وراء المجازر اللي عم تصير بسوء الاداره، الحراك اللي عم يصير في مدينه الباب، الحراكات الماضيه كلها كانت على ايش؟ على ابسط اساسيات الحياه، على الامن، على الكهرباء، على الخبز، عم نطالب بأبسط حقوقنا. هلأ عطشانين يا جماعة الخير، واحد عطشان عم يقول أنا عطشان، بدنا حدا بس يجي يقول أنا سمعان صوتكم. إحنا بدنا المسؤولين بس بالأول يقولونا إحنا سمعانين صوتكم. يعني بالأخير إذا أجي رئيس الائتلاف على مدينة الباب إلا ليش أهالي الباب ما بيستقبلوه؟ ما رح نستقبلك إلا باللي بيناسبك، ليش؟ من فعيلك. لما يجي رئيس الحكومه ما بيسجل لمدينه الباب، ليش؟ من فعيله، هو ايش مقدم لمدينه الباب حتى العالم تستقبله؟ حتى بالحكي ما عم يقدم لنا شيء يا اخي. طيب دائما ماخذ صوره عن الباب ومدينه الباب انه الناس دائما ما عجب العجب، لا يا اخي مو عجب العجب، ما عنده امن ايش يساوي؟ بايش بده يستقبلك بالاحضان؟ ما عنده مي ايش يستقبلك بالاحضان؟
ما عنده الخبز هلا قالوا لنا اياه من كم نهار، ايش يجي يستقبلك بالاحضان؟ هي اساسيات الحياه، ما ناقص غير غير الهواء يجوا يحاسبونا عليه. يعني انا سالتك عن الوضع السيء في مدينه الباب، جاوبتني جواب ربما تجاوز هاي المرحله. عمار، بدي اسالك عن موضوع الاوراق، اوراق الضغط ربما، ونختم فيها اللقاء. نحن شفنا اوراق الضغط اللي صارت في ريف الحسكه بين بمحطه علوك اللي بتم ايقاف الكهرباء عنها وتم قطع المياه عن مدينه الحسكه. في شيء اوراق ربما قادره مدينه الباب واهالي مدينه الباب والمسؤولين ربما عن مدينه الباب يضغطوا فيها على ميليشيا اسد بهذا الخصوص؟ تمام. حاليا احنا في مدينه الباب ما عندنا تماس مباشر باي ورقه ضغط من اجل تحصيل المياه. لا تخاف، لو عندنا اي ورقه ضغط مباشر كان ما استنينا لا الحكومه المؤقته ولا استنينا الوالي التركي ولا استنينا الائتلاف الوطني ولا استنينا الامم المتحده ولا استنينا مجلس الامن، كان اخذنا حقنا بايدينا. لكن مع الاسف ما عندنا وسيله ضغط كمدنيين وكقاطنين في مدينه الباب. المشكله تكمن في المؤسسات بين قوسين الهلاميه والكرتونيه اللي موجوده عندنا. لو الحكومة المؤقتة فعليا موجودة على أرض الواقع كان أدرجت موضوع الباب عطشة ضمن التفاوض اللي عم يصير بالحسكة. لو فعلا الائتلاف الوطني حاطط الموضوع على رأس أولوياته، لأنه هذا موضوع إنساني، ممكن يسبحوه بالأمور السياسية وبغيرها، لكن بالأمور الإنسانية ممكن يلاقي حلول ويضغط على دول لتحصل هذا الأمر. يعني أنا هلأ بحكيك، تعال أنا على مستوى الحارة اللي موجودة عندي، عندي ثلاث جيران أطفال، أطفال يا جماعة الخير، أطفال عم يعانوا من البحصات في الكلاوي وفي المراره وفي المدري ايش من وراء المي. يا جماعه الخير احنا وصلنا لمرحله كارثيه. طيب خليني ازيدك من الشعر بيت. مصادر المياه في مدينه الباب، هي نسيت ما اذكره، عندك مصدرين رئيسيين لمصادر المياه في مدينه الباب. المصدر الاول اللي بيعتاش عليه تقريبا 50-60% من اهالي مدينه الباب، واللي هي الابار الموجوده بالسوسيان وغيرها، لكن في عندك ناس يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي هؤلاء يعيشون على المي السوداء. المي السوداء هي الابار القريبه من الصرف الصحي، وبالتالي هذه المياه غير صالحة لا للشرب ولا للاستهلاك المنزلي، ومع ذلك تباع بأسعار كبيرة والناس مجبورين يشتروها. العامل البسيط اللي يوميته 100 ليرة، شلون بده يجيب؟ من وين بده يجيب حق الخبز؟ من وين بده يجيب حق المي؟ انا لما عم اقول لك مي، انا عم اقول لك 10 براميل بالاسبوع، 6 دولارات بالاسبوع، عم احكي فقط على المياه الصالحه للاستهلاك، ما حكينا على بدونه المي اللي بده يروح يشتريها اللي هي على اساس مره بمرحله او مرحلتين او ثلاث مراحل فلتره. فبالتالي وبيجي بقول لك ليش الناس خلقها ضايق؟ طبعا بده يضيق خلقها، الناس بدها مي يا جماعه الخير، الناس عطشانه، ما ظلت ما ضل حدا ما طلع قال مدينه الباب عطشه. طيب عندك مشاكل صحية، عندنا مشاكل، يعني دائما هلا المشاكل معروفة دائما، مدينة الباب مصدرة للأخبار. ليش مصدرة للأخبار؟ يعني الزلمة اللي ما عنده مي، ما عنده مي، واللي ما عنده أمن، واللي ما عنده، بدك تتوقع منه حياة مثالية؟ بدك تتوقع منه تصرف مثالي؟ مع الأسف ربما هذا الجواب، ربما هذا جواب لسؤال دائما بيتم طرحه مثل ما حكيت، إنه ليش دائما المشاكل ونحن عم نشوفها بمدينة الباب. عمار نصار، بختام اللقاء وباختصار لو سمحت، شو بتحب تقول بختام هذا اللقاء؟ الهواء لك، تفضل. الله لا يسامح، كل واحد بإمكانه يطرح مدينة الباب عبر منصبه وعبر المكان اللي هو موجود فيه ومؤثر فيه، بناء من ابتداء من كل أعضاء الائتلاف الوطني ورئيسه، ابتداء من كل السياسيين الموجودين، ابتداء من كل المجالس السياسية والولايات والولات والحكومة المؤقتة وغير المؤقتة، ابتداء من كل مسؤول، ابتداء من المنظمات اللي ما عم تسعى بإيجاد حل جذري لهذا الموضوع. الله لا يسامح، أوراق الضغط موجودة بإمكان تركيا لو تريد هذا الأمر، موجودة بحيرات على طول الحدود السورية التركية، 10 كيلومتر أقرب أو أبعد بحيرة من الحدود السورية التركية عن مشروع المياه الموجود حاليا. حي الله واحد بإمكانه يمد هي البواري ونأمن ويحصلونا الموضوع، لكن مع الأسف ما في نية بهذا الأمر. عندنا أيضا الموضوع الثاني اللي هو عن طريق الضغط على قوات النظام بإعادة الضخ لمدينة الباب. الحل الثالث، الأتراك الفترة بيسكروا السدود وعم يسكروها بجميع الأحوال، يتفضلوا يضغطوا على قوات النظام بضرورة فتح الماء عن الباب، وإلا سكروا السدود الموجودة، يشيلوا ملف الباب ويحطوه مع ملف علوك، وبالتالي ما بنزود علوك بالكهرباء لبين ما زودوا مدينة الماء بالمياه. في حلول كثيرة، لكن للي بينوي يشتغل، اللي بده ينوي يشتغل يجي. في عندك إمكانية حفر آبار بحرية واستخراج المياه البحرية ومن ثم تعقيمها وإيصالها. للي الناوي يحل
بيلاقي حلول، لكن مع الأسف الله ينتقم من كل المسؤولين الموجودين لأنه ما حد يكلف حاله ينزل يخاطره ينزل بيان، هذا خرجه يلاقي حلول، ما بنقول غير الله ينتقم من كل مسؤول مؤثر بعمله ومؤثر بوظيفته، وحسبنا الله ونعم الوكيل.